بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مجددا على القناة على المطبخ من حبيب. اليوم جيتك بحلوى جافة رائعة المذاق، نعملوها بالفول السوداني وجوز الهند. تجي هشيشة وخفيفة هذه الحلوة وتجي روعة، ما عليك من غير تجربوها. فوت مباشرة للمقادير اللي راح نحتاجوها. راح نحتاج إن شاء الله 3 بيضات، راح نحتاج ولا الكيس خميرة كيميائية، راح نحتاج الكمية السكر. أنا قدرت بهذا الكأس اللي عودتكم عليه، كأس إلا أصبع سكر، بنفس الكأس اللي قدرت به السكر نقدر به زيت، كأس إلا أصبع زيت. رايح نحتاج الكأس، يعني نصف كأس فول سوداني مطحون جيدا، كاوكاو مطحون جيدا، والنصف الآخر جوز الهند مطحون جيدا. الكاوكاو مع جوز الهند، الفول السوداني مع جوز الهند يعطينا مذاق روعة. رايح نحتاج الكأس نشا ذرة، راح نحتاج الكاس فرينه، راح نشوف المقدار تاع الفرينه اذا كنا راح نوضع الكاس كامل او 3/4 نشوف فيما بعد. راح نحتاج نصف بشور، نصف حبة ليمون، راح نحتاج ملعقة صغيرة فانيلا حبيبات، راح نحتاج القبصة ملح، ذرة ملح. فوت مباشرة طريقة التحضير. كما تشوفوا راني كسرت البيض تاعي، نجي نضيف بسم الله القبصة تاع الملح، كما تعرف الملح يرفع من الضوء. نزيد نجي نوضع السكر تاعي، الكأس إلى أصبع السكر. انا هنا راح نستعين بالمضرب الكهربائي تاعكم، انتم ما تقدروا تستعينوا بالمضرب اليدوي. هنا راح نخلط به يعني البيض تاعي مع السكر حتى يصبح عندي خليط يعني ابيض. بسم الله. كما تشوفوا بعد ما خلطت مليح بالمضرب الكهربائي البيض تاعي مع السكر، نجي ونضيف الزيت. بعد ما اضفت الزيت تاعي نجي ونضيف الفانيلا حبيبات، نضيف نصف بشور حبة ليمون، زاز تاع سيترون، ونجيب المضرب الكهربائي. نجيب المضرب الكهربائي ونزيد نعاود نخلط. بعد ما اضفت الزيت تاعي وبشور ليمون وملعقة الفانيلا حبيبات وخلطت مليح بالمضرب الكهربائي، نجيب كأس نشاء الذرة تاعي ونغربلو، نغربل دايما المقادير اللي تغربل باش نتفاداو سقوط الحبيبات. نزيد نعاود نجيب المضرب الكهربائي تاعي. قبل ما نشعل المضرب الكهربائي تاعي نخلط قليلا نشاء الذرة تاعي في الخليط باش ما يطيبليش هذيك البودرة تاع نشاء الذرة. لما نشعل المضرب الكهربائي تاعي، نشعل المضرب الكهربائي تاعي، نزيد ندخل نشاء الذرة في الخليط.
زيد نجيب الغربال تاعي، نغربل الفرينه. هنا بعد ما وضعت كاس فرينه زدت جبت كاس ثاني تاع فرينه، لانه مازال الخليط يحتاج فرينه. انا في الاول قلت لك ما عنديش المقدار المضبوط تاع الفرينه، نزيدو بالتدريج ونشوفو حتى نشيكو الخليط تاعنا وصل على الصابع نلم حتى يتلم ونتحصل على عجينه يعني طريه. هاو رجعت لك من بعد ما لميت العجينه تاعي. هنايا راني المقدار تاع الفرينه اللي استعملته لحد ما لميت العجينه تاعي هو كاسين والنصف. هنا تبقى حسب نوعيه الفرينه تاعك، كاين فرينه يعني تشيح العجينه بسرعه وكاين فرينه هنا كاسين والنصف او قليل فوق النصف، تحصلوا على عجينه لينه طريه بهذا الشكل ما تلاصقش كثير. هنا واش راح نعمل، جبت البلا تاعي اللي وضعت فيه ورق طهي ودهنته مليح بالزيت. هنا راح نعملو كريات فقط، نجي ونحاول نعمل كريات ب يعني بنفس الحجم عينكم ميزانكم، يعني نعمل كريات نجي نوضعهم. هنا كما تشوفوا بعد ما عملت الكريات تاعي وضعتهم داخل البلاطو يعني وبعتهم على بعضهم، لانه الحلوه تاعنا لما تطيب يعني راح تتشقق وراح تضعف الحجم تاع هذه الحلوه تجي شيشه. انا عندي هنايا بياض بيض اضفت له قليل من القهوه المذابه باش نحي النكهه تاع البيض، راح ندهن به الوجه تاع الحلوه تاعي يعني نحمل غير ندهن هكذا الوجه تاع الحلوه تاعي. نكمل ندهن الوجه تاع الحلوه كامله. هنا كما تشوفوا بعد ما انتهيت من دهن الوجه تاع الحلوه تاعي بالبيض راح نجيب قليل من الجلجلان هنا، سواء جلجلان او فول سوداني يعني مطحون، ونوضع فوق الوجه تاع الحلوه تاعي. هذه الحلوه كي تطيب راح تطيب حمراء لانه فيها الفول السوداني، لكن تجي هشيشه تجي رائعه. يمكن هذه الحلوه كي تطيب الوجه تاعها راح يتشقق لانه فيها جوز الهند. هنا كما تشوفوا راني انتهيت من تشكيل الحلوه تاعي، يعني دهنتها بالبيض وزدت وضعت فوق منها قليل من الجلجلان. راح ندي الحلوه تاعي وندخلها مباشره داخل الفرن اللي سخنته مسبقا على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه، ونوضع الحلوه تاعي فوق بعيد على النار. الحلوه هذه راهي راح تحمر بسرعه لانه فيها الفول السوداني. نطيبها على النار هذه او نرجع لك فيما بعد باش نقول لكم شحال من وقت دات معايا الحلوه تاعي وكيف طابت الحلوه تاعي. اخواني اخواتي هاي ليكم، كما تشوفوا الحلوه تاعنا بعد ما طابت، كما تشوفوا الحلوه تاعنا الحلوه بدات تتشقق يعني بدات تدير فيها الشقوق. هنايا معناه انه الحلوه تاعكم راهي طابت. انا دات معايا ربع ساعه، من ربع ساعه ل 16 دقيقه. شوفوا كيفاه الطيب ما شاء الله، تجي رائعة هاد الحلوة. هذا صابلي يعني صابلي كما قلت لك ما عملت وادمجت فيه الفول السوداني وجوز الهند يجي روعة. خليو الحلوة تاعنا تبرد تماما ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. اخواني اخواتي هاي ليك، كما تشوفوا الحلوة تاعنا بعد ما طابت، شوف كيف تجي ما شاء الله تجي روعة هاد الحلوة، صدقوني تجي رائعة. راح نقسم معاك محبة بسم الله، شوفوا الله تجي روعة لانه فيها جوز فيها جوز الهند والفول السوداني. احنا يعني نخلي الحلوه تاعنا يعني تزيد تجف مليح وتبات يعني باش يبان القوام تاعها يعني الاخير. كما تشوفوا وصلنا لنهايه الوصفه تاع هذا اليوم. لو عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش اللي مازال وما فعلوش جرس الاشتراك يفعلوا جرس الاشتراك باش يوصل لهم كل جديد. انا باقيكم على خير ونعطيكم موعد مع وصفات اخرى على قناه عالم الطبخ مع حبيب. تهلاو في روحكم.